الأخت بهيجة، سمعنا بأن عندك مشكل في المغرب، واش ممكن تشرحي لنا شنو هو المشكل اللي عندك بالضبط ومع من؟ كان نشكركم بزاف. السلام عليكم، بهيجة الغوات من مغاربة العالم، مقيمة في فرنسا، مهاجرة من 1993. قررت باش نستثمر في بلادي ودخلت في 2002 دونك، وأسست شركة ودخلت معايا شريك يعني في 2004، ونجزت مشروع وشغلت الناس وساهمت في اقتصاد بلادي، ولقيت راسي في السجن ولقيت راسي مطالبة للعدالة المغربية. والصراع ديالي بدأ في 2009 ملي كملت المشروع ديالي، ولقيت راسي بأن الشركة ديالي تباعت، العقار ديالها تباع بوثائق مزورة، ولقيت عندي أحكام تحكمات لصالح شريكي بوثائق مزورة، وزور القانون الأساسي للشركة وسرق لي مشاريع أخرى يعني حتى برات المغرب، وحاول يعني يقتلني أنا والأخ ديالي اللي كان ملكه 50% في الشركة يعني عدة مرات، وعندنا عدة شكايات، وطرقت الأبواب ديال جميع مؤسسات الدولة يعني وزارة العدل، جميع المحاكم يعني محكمة ديال الجديدة اللي عندنا فيها المشاكل، محكمة ديال الضربيدة، يعني ثلاثة المحاكم في الضربيدة، صفت بزاف ديال الشكايات لوزارة الجالية، سيدنا الله ينصره، وأنا كانت سنة يعني بلادي تنصفني، وكانت سنة سيدنا الله ينصره يعني يوصلوا النداء ديالي وينصفني. أنا اليوم يعني الصحافة المغربية كتبات على القضية ديالي، عندهم الملفات ديالي، الملفات ديالي كاينين في جميع المؤسسات. اليوم أنا لجأت للصحافة الانترناسيونال يعني الدولية باش يعني الصوت ديالي يوصل الجهات العليا في بلادي، لأن بغيت بلادي تنصفني. الأخ ديالي اليوم راه هو في السجن وبسبب هذاك الشخص الشريكي، باش يحيدو من الدار ديالنا اللي هي ملكنا خاص، ودخل ليها وهجم عليه ب15 ديال الناس وكانوا غادي يقتلوه، وتقتل شخص تما ورماو الاخ ديالي في السجن بالرغم من انه انسان مريض وسكيزوفرين. اليوم انا كان طالب بالعداله، وكان طالب بالحمايه القضائيه والحمايه القانونيه في بلادي، وتنطالب بالصوت ديالي، تنطلب بالمسؤولين انهم يوصلوا هذه الرساله والصوت ديالي للسده العاليه بالله. والقوه ديالنا هذه رحنا مستمدينها من سماجيستي الله ينصره، هو اللي عطيها لنا، وبالدستور ديال 2011 اللي كيسمح لنا اننا نطالبوا بالحقوق ديالنا في جميع مؤسسات الدولة. وأنا تنشجع هذه المبادرة، المبادرة ديال الكرامة اللي غادي تحمي الحقوق ديال المغاربة ديال العالم والحقوق ديال المغاربة كاملين، وإحنا كنتمناو أنها توصل الأهداف ديالها، وغادي نحاولوا ونديروا كل ما في الجهد ديالنا أننا نعاونوا الإخوان اللي هما يعني تيسعاو واللي هما تينجزوا هذا المشروع، واللي غادي ينزلوا يعني باش يتبحثوا مع السلطة المحلية وباش توصل هذه الرسالة لساماجيستي نهار 8/8/2015. بالنسبة غير بغينا نفهموا، واش هاد الشركة ديالك شي مسؤول كبير في المغرب؟ يعني شكون هو هاد السيد هذا؟ مع الأسف وتنقول مع الأسف، لأن شريكي أجنبي لبناني، وتكرفص عليا أنا مغربية مواطنة مغربية في بلادي، ودمر عائلة مغربية بأكملها. الوالدة ديالي مشردة وعايشة عند الناس عام وشهر، والدار ديالنا مسدودة بعد الجريمة ديال القتل، وعندنا حكم نهائي وما بغاوش ينفذوا لنا الحكم، وما بغاوش يعطيونا السوارت ديالنا تعسفا، والأخ ديالي مرمي في السجن. يعني هاد السيد أجنبي لبناني خدالي المشروع ديالي وسرقه، وبغى يسرق لي الأملاك ديالي الخاصة، ودمرنا تدمير شامل في بلادنا. واش كتهمي بان كاين شي ناس في القضاء اللي ساهموا معاه في انجاز هذه الجريمه؟ كاينين بزاف ديال الحجج والوثائق والشكايات اللي هي يعني كتبين المشاركة الواضحة ديال بعض الأشخاص، مع الأسف، اللي هما يعني المفروض يحميوا الحقوق ديالنا ويطبقوا القانون. ما غاديش نقدر نعمم، كاينين الناس نزهاء وتنشكرهم بزاف، لأن النزاهة ما معطياش للجميع، واللي تيقدر يحافظ عليها راه هو إنسان عنده مبادئ،
مبادئ عاليه وحنا كنفتخروا به. دونك هاد الناس هادو انا النداء ديالي اليوم ما بقيتش قادره انني نوصل ولا نتكلم مثلا ونقول انا مصيفطه النداء ديالي للمصلحه كذا او محكمه كذا او محكمه كذا. علاش؟ لانني انا وصلت 135 شكايه لجميع المحاكم ديال المملكه، وعندي 120 قضيه مع هذا الشخص، وصيفطت شكايات ديالي لجميع الوزارات، وطرقت ابواب الوزارات حتى رموني في الحبس، وقضيت 8 شهور رهن الاعتقال على ذمه تحقيق في قضيه ملفقه اللي هي قضيه احتجاز لفقها ليا والخويا هذاك الشريك باش يحتل الشركه، وقال بانني احتجزت شخص اللي هو مطالب العداله الفرنسيه وعندنا الوثائق اللي كتفيد، وهذاك الشخص احتل الشركه ديالنا وسرقها وساعد هذاك اللبناني باش يزور الوثائق ديالها. دونك لقينا راسنا حنا في السجن من اجل هذاك الشخص اللي هو مطالب العداله الفرنسيه. النداء ديالك متوجه؟ النداء ديالي كنوجهه دائما وباستمرار للسدة العالية بالله لساماجيستي محمد السادس الله ينصره. دونك الله يخليك، أنا من مغاربة العالم وتدمرت حياتي في بلادي، وكنتمنى منكم ومن جلالتكم بالرغم من أن هذه المشاكل المفروض كتبحث وكتحل في المحاكم وفي المؤسسات الثانية ديال الدولة، ولكن ما لقيناش اليد ديال المساعدة وما لقيناش الأذن الصاغية اللي يمكن لها تحل لنا هذه المشاكل وتحمي لنا الحقوق ديالنا. دونك هذا النداء لساماجيستي الله ينصرو، وانا كنطلب الحمايه القضائيه والقانونيه. وانا تنشكر القناه اميرو 24 على اللي سمحت لي باش نشر هذا النداء ديالي لساماجيستي ونطالب بالحمايه القضائيه والقانونيه، ونفسر على المشكل ديالي في الموقع ديال لا بريس اوروبيان. Yo.